ايه ده؟ مالك؟ ايه الدم ده؟ انت اتعورت فين مالك؟ مش عايزه امي. بس يا هاني ما تلاقيش يا حبيبي، انا معاكي انا معاكي. هاني فين؟ هاني جوه. هو انت مين؟ انا هقول لحضرتك، تعالي بس شوفيها الاول عشان هي جوه تحت. هاني مامي تقريبا سقطت. وانت بتحمل يا هانيا؟ طب ازاي؟ حامل من مين؟ لا انت تعبانه في عينيها، انت تعبانه في عينيها يا حيوان، انت صعب كل اللي انا عملت لك يا عيني صغيره. انت قاعد ليه؟ ما كفايه قوي لحد كده، هي لما تصحى ناخدها ونروح. تروحي بيها فين حضرتك؟ هروح بيتنا. هو معلش يا طنط، متهيألي انه حضرتك في حاجه فاهمها غلط. هو هانيه مش هينفع تروح مع حد غيري. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز منها ايه اكتر من اللي انت عملته؟ عايز فلوس؟ لا، هو واضح يا طنط ان حضرتك مش فاهمه حاجه خالص، مش بس فاهمه حاجه غلط، هانيا مراتي. مراتك؟ ايوه مراتي، وانا بحبها وهي كده كده هتروح على بيت جوزها، كمان هي اصلها هتبقى محتاجاني قوي لما تفوق علشان انا الوحيد اللي ههون عليها الصدمه. فارجوك يا طنط، يعني انا همشي دلوقتي وهاجي بكره الصبح اخدها ونتكل على الله. خايف ارجع المستشفى الاقيها خدت البت ومشي. مين دي اللي تاخد بت وهي في حاله زي دي؟ مفيش الكلام ده، لا يمكن. ولا افترض يا سيدي ان هي خدتها، هو يعني هانيا هتغلب؟ هتكت زي ما كتت قبل كده؟ ساعات كتير بحس بالذنب عشان طوعتها وخليتها تسيب البيت وتهج وتيجي تأجر معايا شقه. طب وحياة اللي خلقنا يا جدع، لو اختك مكانها كنت هتعمل ايه؟ كنت هقتلها واقتل اللي معاها. يبقى لازم تحس بالذنب يا علي. مش ذنب هانيا بس، في كمان ذنب العيل اللي لسه ما شفتوش. بتوجع قوي على انس، بتوجع قوي لما تبقى مستني عيل كمان كام شهر وفجأة تلاقيه شوية دم، انت مش عارف تعمل بيهم ايه. ايه يا علي؟ ايه يا جدع؟ ولا كنت تعرف انك تفهم يعني ايه عياط اصلا؟ اهدى كده وصلي على النبي في قلبك.
احمد ربنا ان هي بخير. محدش عارف الخير فين يا. مش يمكن العيل ده لو كان جه كان يطلع مش كويس في مخه مثلا ولا في جسمه؟ والضرب مع الحمل يا صاحبي عمره ما يطلع عيل سليم. احنا زباله هلا قوي زباله يعني معفنين. ما عرفناش نسيطر على كيفنا 3-4 أشهر لحد ما العيال راح. معلش انا حاولنا والله العظيم 3 حاولنا بس ما عرفناش يعني ما. انا قلت لك المخدرات هي اللي بتسيطر على صاحبها مش العكس. هعمل كل اللي انت عايزاه يا سلمى. قلت لك 100 مرة ما بقتش عايزة حاجة خلاص. هروح لشريف المعسكر. هقعد عنده سنة بحالة. ما بقاش ينفع. كمل الأول. دربني. دربيني يا سلمى. والله العظيم هخذلك. حلفانك بقى مبتذل قوي يا طارق. طب أعمل إيه بس عشان تصدقيني؟ مهما عملت عمري ما هصدقك تاني. حتى لو كنت صادق المرة دي. عارف انت عامل زي الثعلب الكذاب. عارفه؟ اللي كل شوية يصرخ ويقول الحقوني الحقوني انا بغرق. فكل اصحابه يجروا عشان يلحقوه. يقول لهم كنت بضحك عليكم. لحد ما في مرة كان بيغرق بجد. وقعد يصرخ. بس ما حدش عبره. لأن خلاص رصيده خلص معاهم. محدش صدقه وغرق لوحده. انا من غيرك هغرق واموت يا سلمى. ساعات الموت بيبقى راحه يا طارق. لا ولا حد. خدي بس عايزه بيت ام عصام. تعرفها؟ اركبي وصلي.
هانيا صباح الخير هانيا. هانيا صباح الخير. هانيا مش موجودة في الأوضة. طب ما تقلقيش، هي جايز تكون بتمشي رجليها برا شوي، هطلع ادور عليها. ماشي. لقيتيها؟ هي مين؟ هانيا. نعم؟ هانيا مشيت، سرقت حاجتي ومشيت. تلاقيك انت متفق معاه وعاملين فيلم عليا. فيلم ايه؟ انا والمصحف ما اعرف اي حاجة، انا زي زيك بالظبط. ما تقلقيش، انا هعرف اجيبها. بيت ام عصام اهو يا قبل. ماشي يا عسل، استناك اطلعك برا. شوفني يا مامتك هنا؟ طب نزهيلي ماما تعالي كلمي. انت اللي طلعك هنا. خش 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 جوه. لا خش جوه خشي. انت اللي طلعك هنا اصلا؟ ما كلمتنيش ليه هنزلك ولا نزلك حد من العيال؟ اصلا انا لسه خارجه من المستشفى، مش معايا موبايلي ولا رقمك ولا حاجه. مستشفى ايه؟ انا كنت حامل والبيبي نزل. تعالي اقعد اقعد. الله جاب الله خد، الله عليه العوض، ربنا يعوض عليكي بغيره. عايزه ايه بقى؟ عايزه بدول. عمرك ما تدي فلوسك لتاجر الا لما عينك تشوف حاجتك. ما تخافيش ما تخافيش، ده انت في بيتي، اكرامك واجب يا حبيبتي. خد يا حلو. معاكي سرنجه؟ هو ما ينفعش هنا بس عشان خاطرك. خدي. انت اتغديتي؟ انت مالك مسقطه كده ليه؟ وفريدة كمان مسقطة. لا أنا جاية ألعب على فكرة. اوعى تصحيها، أنا ما صدقت إن هي نامت. وحشتني. دي ما نامتنيش طول الليل. حبيبتي. وإيه دول بقى إن شاء الله؟ حاجات كده بعملها عشان تسحل شوية. وأنتِ ناقصة سحلة. ده ايه ده بقى؟ مش عارف. انت هتعملي تماثيل ولا ايه؟ يعني تماثيل اكسسوارات يعني، لسه مش عارفه بالظبط. بصي والله انت رايقه. طب اقول لك ايه؟ ما تبيعيهم. اه والله اعملي صفحه على الفيسبوك وبيعيهم عليها. سمي الصفحه ايه؟ اسلك مريم. Yeah.
أسلاك مريم ده محل كهربائي مش أكسسوار خالص. طب ما نسميهم الفنون السلكية. والله ما أعرفش اسمهم إيه الحاجات دي. بقولك ايه، انا هشد السلك كده وانام لي خمسه بس وانتي تسلي. لا مش هتسلى، انا هروح لشيرين عشان بنتها تعبانه. كانت شربني المر من كعاني، بس غوياك ما اقدرش اعيش من غيره. شوفي بيصرف بتاعه الحاج بقاله قد ايه، لكن عمره ما داق الصنف ولا جربه. كيفه جاي على حاجه تانية خالص؟ حشيش ولا ايه؟ يا ريت. النسوان لحد ما جابوه ورا وحبسوه. بلغوا عنه؟ لا، تعالي تقعدي كله. قولي تمام. في بضاعة الكبير بقى يبيعها لحسابه وياخد فلوس يصرفها على النسوان. أما الحاج الكبير عرف سلمه وحبسه. اللي قال لك الطمع يقل ما جمع ما كدبش. آخر تلاقيني شلت الهم يا أختي، بقى لازم أصرف البضاعة للحاج الكبير عشان أسد الدين القديم. طب مش خايفة؟ طبعا خايفة. خايفة الحكومة تلقطني والعيال دي تتشرط. والله كل يوم أدعي ربنا يسلمني طريقي، مش عشان أنا، عشان خاطرهم. كلي 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 يا حبيبتي، لا يكون الأكل مش عاجبك. لا الرز حلو. طب خدي كلي رز. خدي والله كلي كلي يا شيخ كلي. امال اعمل لي دكر وما تقلقيش وانا هعرف طريقها. طب اعمل ايه طيب؟ ما انا قلبت عليها الدنيا. هي هترجع ان شاء الله. يعني ينفع كده؟ ينفع كده؟ جبت لك معايا حاجه حلوه. مامي انا كنت مستنيه اعرف انت عايشه ولا موت. وين كنت بجي؟ دي الحل اللي اخترتيها، كملي فيها. فين الحاجة الحلوة؟ نخشتيني عليك يا بنت اللذين. الله أكبر، أوعى بقى يا فنوش يا جامد. سوري سوري سوري، أنا آسف. العملية العملية، معلش. سوري سوري، أنا آسف. كبرتي وبقيتي تعملي عملية. تعالي تعالي. بالراحة بالراحة، معلش. كان يا مكان في قديم الزمان كان في بنوته صغننه وحلوه خالص. البنوته دي كانت اميره، بس كان عندها مرات اب وحشه قوي وما بتحبهاش، وقالت لباباها انا مش عايزاها تعيش معايا في القصر. قاموا واخدين الاميره وودوها الغابه، وفضلت ماشيه ماشيه الاميره في الغابه لوحدها وهي خايفه خالص. وهي ماشية لقت بيت صغنن، قالت طيب أدخله. دخلت جوه لقت كل حاجة فيه صغننة، السرير صغنن والكرسي صغنن وفراشة صغننة، ولقت سبع سراير. عايزة تلعبي؟ يا ايه بقى؟ اوه بصي بقى، طب ليه
أهلاً أهلاً. أهي أهي كأن أنا مهدرها لك على طول. بذمتكم بذمتكم مش دي المنياتور بتاعتي؟ ده أنا لو كان عندي حفيدة ما كانش ممكن تبقى شبهي أكتر من كده. هي شبهها؟ والله مش عارفة يعني اللي انتوا تشوفوه. حاتم ما جاش معاكي ليه؟ ما هو جالك الأسبوع اللي فات. فعلا؟ وجاب باربي بتاعته معاه، بس بقولك ايه، محمود سقطها من دماغه خالص ولا كان موجود. وجاب لك كمان يا محمود، فاكر الكتب اللي طلبتها منه؟ ايوه صحيح، بس ده ما يمنعش انه كان يجي معاك المره دي كمان. معلش يا عمي، هو اكيد مشغول قوي، انا متاكده اول لما هيفضى هيجي على طول. حاتم اصحى. صباح الخير. صباح النور، انا نازله. تمام، استنى بس، بص كده شايف ايه؟ ايه شايف؟ ايه شايفك؟ اكيد مش قصدي كده يعني. بص بس يا حبيبي، ركز معايا كده شويه. بص، شايف الخطوط اللي هنا دي؟ لا مش شايفها. اهم تلاتة اهم. بص كويس، شايف؟ اكيد مضايقينك صح؟ لا مش مضايقيني. لا اكيد مضايقينك، انا عارفه. يعني عايز البوتوكس دلوقتي ولا بعدين؟ لا دلوقتي ولا بعدين ياسمين. الحق عليا اللي عاوز ابقى حلوه علشانك. انت حلوه زي ما ربنا خلقك. كل الرجاله بيقولوا كده لمراتاتهم علشان ينيمون في العسل ويبقى عندهم حجه ان هم يبصوا بره، صح؟ وريني تاني كده. تصدقي عندك حق. شفت؟ انتي لازم تنفخي. دي ما بتتنفخش. مال بتتملي املاها. لازم تمليها. شفت؟ يعني اكيد كانت مضايقك وانت ما بتقولش. انا كنت عارفه، والله كنت عارفه. ماشي ماشي. طب قومي بقى عشان تلحقي الزومبا بتاعتك. صحيح، ماشي يا بيبي، يلا باي باي. يلا 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 يلا. اوبا اوبا، تعالي 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 تعال اجيب لك بو، اجيب لك بو، تعال. اوبا برافو، يلا بينا نروح بقى. يلا يلا. حبيبتي يا لولي، حبيبتي وحشتيني. شفتي مين جه؟ خير يا حاتم؟ في حاجه؟ لا خالص، مش عوايدك بس تيجي الفريده الحضانه. خلصت الشغل بدري وفريدة وحشتني، فقلت اقضي معاها باقي اليوم. ممكن اخدها معايا وارجعها بالليل؟ طبعا طبعا، بس ما تتاخرش على ميعاد نومها، انت عارف بقى حصة العشاء والدش وكده. تحب اوصلك اي حته؟ لا لا انا هتمشى. ماشي. واخد دول بس ليه؟ خد دي كمان، ودي كمان، خد البيت كله.
شدي دي، شدي دي زي زمان تشدها. بيع هدومك، بيع انا واخوك يا طارق، بيع انا. يا امي مفيش امي ولا زفت، البيت ده ما تعتبوش تاني، مفهوم؟ يا امي كفايه بقى، طريقتي دي اللي خليته يسيب البيت. اسكت انت يا كريم، انت مش فاهم اي حاجه. اخوك ده وهو صغير كان مفيش غيره على الحجر، ابوك هو اللي بوظه، الله يرحمه بقى، هو ضيعه واحنا اللي بندفع الثمن. أمي أنا ماليش غيركم. أنت مفيش مكان بتحل فيه إلا ويجي فيه الخراب، مفيش وراك غير الخراب يا طارق. امشي اطلع بره البيت، بره. هاي يا مريم، ازيك؟ الحمد لله كويس، انت عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه لوحدك مع فريده؟ اهو يا ستي ماشي الحال. بذمتك مش بتحسي ان انت محتاجه حس راجل في البيت؟ ايه اتخضيتي كده ليه؟ لا لا ما اتخضيتش، انا اتخطفت. بتقوليها لي في وشي كده على طول. عندي ليك عريس، بتكلم بجد، في سنجل داد معجب بيكي جدا وعايز يتعرف عليكي. بصي احنا عاملين كوميونيتي صغيره كده بنعرف فيها سنجلز على بعض، مطلقين مطلقات ارامل. انت هتشتغلي خطبه ولا ايه؟ وفيها ايه؟ مش احسن ما يبقى كل واحد عايش بطوله في الدنيا؟ على الاقل اللي عندهم عيال هيبقوا فاهمين بعض. ماجد وليليان عرفناهم على بعض وهو جاي ياخد ولاده واولادها. وشهيره ونادر الحياة بينهم حلوة جدا. بس وعايزين نعرفك على أحمد. أحمد حضانة دي ولا مكتب جواز؟ اضحكي اضحكي. يا بنتي أنا كنت واقفة في نص هدومي بصراحة، أنا عمري ما جالي عريس بالطريقة دي. زي ما بيجي للبنات وبشوفه في الأفلام. على فكرة ولا أنا. طب انا ظروفي صعبه ومش اي حد استوعب. انت ليه بقى؟ عشان هبله من بدري بدري قفلت الدنيا عليا، كل الناس كانت عارفه سلمى لطارق وطارق لسلمى. بس الحقيقه بقى انا كنت مبسوطه بالحاله دي، ما كنتش عايزه اي حد يفكر فيا ولا يقرب لي، كنت بحبه بجد. عشان كنتي هبله. هبله خلاص بقى،
هقولي لي هتعملي ايه؟ في ايه؟ في العريس. لا بتهزري. اكيد بتهزري. الله ليه؟ مش هتشوفي ايه نظامه يعني؟ لا طبعا. ليه يا مريم هتخسري ايه؟ يعني اب ولاده في الحضانه مع فريده، اعجب بيكي دونا عن كل الامهات السنجلز الموجودين، وبعدين يعني معروف ما بين اولياء الامور وموسط ام تكلمك، يعني اكيد هيكون مضمون عن غيره. انا ولا عايزاه ولا عايزه غيره، انا مش بفكر في الجواز اصلا. الله، يعني عاوزه تترهبني؟ مريم احنا ما بقيناش صغيرين، يعني لو ما لقيتيش حد دلوقتي تبتدي معاه حياه جديده هتكملي حياتك لوحدك. يعني انت ترضي تتعرفي على حد بالطريقه دي؟ غالبا اه، دي الطريقه الوحيده اللي هتخليني انسى طارق.